تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي تفاصيل حلقة فيها شغل كتير قوي على فكرة. بس الشغل الكتير ده بقى لي تكلفة ممكنة عشان برضو ما نتخضش ونقول يعني شغل كتير، بعمل خروف ضاني، بعمل ديك رومي، التفاصيل دي كلها. معايا صدور فراخ عايز اعملها النهاردة شوربة او منستروني بالخضار. خضار ده كوسة، جزر، بطاطس، بسلة، اي كرفس ده اساسي معانا، بصل وتوم. المقادير على الشاشة والصورة الحلوة دائما وابدا تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية. صدور فراخ، كوسة، جزر، بسلة، بطاطس، كرفس، بصل وتوم. البهارات بتاعتنا بسيطة، ملح وفلفل، وما ننساش طبعا المكرونة الجميلة اللي دايما بتكون مع شوربة المنستروني، او ممكن تحط لسان عصفور حسب الرغبة. معانا زي الفل. حلو الكلام، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. اول حاجه بناخد صدور الفراخ بالشكل الجميل ده كده، نقطعها. حلو قوي. ومعانا طاسه شديده الحراره على النار. حلو، ناخد صدور الفراخ الجميله دي. اللهم صل على النبي. والفلفل ده نشيله، خلي كده عيني نشيل ده. حلو قوي زي الفل كده. ناخد صدور الفراخ تقطع بالشكل ده كده، سكينتك لازم تكون حاميه. هنقطعها كاريهات، سيبك من مصطلحات المطبخ يعني مكعبات اهو. طاسه بتسخن على النار، بنشوح الفراخ دي مع البصله والتومه والزعتر. ممكن تعملها لا من غير لا فراخ ولا لحمه عادي، ما فيش مشكلة. بس طبعا لما انت بتدعم الشوربة بفراخ او بلحمة يعني بتخلي قيمتها الغذائية عالية جدا، بتناسب الصغيرين والكبار وكل افراد الاسرة. واحنا عارفين ان الدجاج صدور فراخ تبقى نسبة دسامة بقدر الامكان اقل شوية، والشعبية بتاعت الفراخ من الاطفال اكتر. يعني دايما الفراخ يقول لك انا مش باكل لحمة، بحب الفراخ، سواء بيحبوها كريسبي، سواء بيحبوها مثلا مشويه، شاورما، كلنا بنحب الشاورما اهو. الفراخ اتقطعت بالشكل ده كده، طازه وزي الفل. ناخد الفراخ دي بعد التقطيع الحلوه دي كده عم الشيف، نشوف هنحمرها ازاي في معلقتين من زيت الزيتون ومكعب من الزبده. بقدر الامكان برضو ما نكترش الدهون يا عم الشيف. مكعب زبده لطيف كده ونتوه. حلو الكلام. تحميرة الفراخ دي مهمة، الشوربة طبيعي لها قوام. يقول لك البلانشة اللي بتقطع عليها فراخ أو بتقطع عليها لحوم ما تقطعش عليها خضار. كلام جميل قوي. بس نطبق القاعدة دي إمتى يا عم الشيف؟ في حالة لما إن الفراخ أو الشوربة تكون مختلفة. إنما أنا هتعمد وأقطع الخضار على نفس البلانشة لأن الخضار ده هيخش النار. بس برضه علشان نفهم المعلومة صح، البلانشة اللي بتقطعي بيها والسكينة اللي بتقطعي بيها فراخ أو لحمة، أنت شغالة في طبخة، مفيش مانع إنك أنت على نفس البلانشة بنفس السكينة بنفس الجلافز تقطعي الخضار، ده مش هيحصل أي مشكلة. على مسؤوليتي هناخد الفراخ دي نحمرها كده بالشكل ده كده. حلو. طبعًا إحنا عندنا معلومة غير معلومة دايمًا بنشوفها دايما على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي. معلومة غير معلومة، لأن كل أكلة لها مفاتيحها، كل أكلة بيبقى لها طبعا سر من الأسرار. فإحنا طبعا بعد ما بنخلص الحلقة بنقول لحضراتكم إيه المعلومة الغير المعلومة في الأكلة بتاعتنا، أو إيه التركاية بتاعت الشيف المغازي المعتدين عليها. شوية البهارات الحلوين على الفراخ زي الفل. هناخد كده، اللهم صل على النبي. تعالي انت مش عايزه تطبخي ليه؟ حلو، نقلب كده. الله، الفراخ خدت لون ازاي سريع اهو. ولازم تنزل على نار شديده. دايما بيقولوا لي انت شيف مغازي بتقول دايما نار شديده، يعني هل الطاسه لو لا مش قصه هنا، القصه ان النار لما تكون شديده والطاسه سخنه. الفكره الطهويه والخبره الطهويه بتقول ايه؟ بنعمل عمليه احتباس للسائل اللي موجود جوه قطعة الفراخ أو قطعة اللحمة عشان تبقى اللحمة جوسي كده وفيها طعم وفيها طراوة، وتبقى لحمة حتة لحمة طرية ملبسة. إنما لما تنزلها على طاسة باردة، على الطاسة ما تسخن وتقوم معاكي، بيكون السائل اللي جوه لحتة الفرخة أو لحتة اللحمة أو السمك نشف مع تسخين الطاسة، فبتاكليها بتبقى ناشفة. حلو، شايفة الفراخ زي الفل ده؟ طاسة. حلو،
معانا بصل ناعم، ثوم ناعم. الشوربه دي فيها كل العناصر الغذائيه اللي ممكن تفكري فيها بالشكل ده كده اهو. بدات البصله تدوب مع الفراخ مع التومه. معايا حله على النار، دي معايا على طول دايما، فيها بوكيه جارنيه من الجزر والكرفس والبصل كالعاده اهي، دي دايما معايا. بجيب بصل وتوم وكرفس وحبهان ورق لورا وبسلق كده الخضار ده كله في قلب الميه. الميه دي ممكن نسلق فيها مكرونه، ممكن نستخدمها في الشوربه بتاعتي، ممكن نستخدمها في طاجن المكرونه اللي هعمله دلوقتي بالبتنجان زي ما احنا حابين. اه باخد دي كده اخليها على جنب عشان اشتغل في اللي بعده، مش هستنى جنب الفراخ لغايه لما تستوي. حلو، ده الطبيعي. بنعلي النار هنا. انا عايزك في المطبخ كده عندك عين البوتاجاز اربع عيون تقريبا، او في بعض البوتاجازات فيها خمسه، ده الطبيعي، فتكوني سريعه البداهه وانت شغاله. اه طاسه ثانيه وكل الاكل بيطلع مع بعضه. المكرونه اخبار، اللحمه اخبارها ايه، الدجاج اهو على النار، بناخده على النار الشديده دي كده. ننزل بالخضار بتاعنا، الجزر والكرفس والكوسه والخضار المتقطع جاهز عشان نخلص من الطبق ده. بتحب الالوان انت دي يا عم شفيق مخرجنا الجميل. ومعانا البسله اللطيفه الجميله، بسله من الخضروات اللي هي بتلعب دور مهم جدا بالسكريات بتاعتها، غنيه بالبوتاسيوم، عنصر من المعادن مطلوب. اه نقلب كل ده مع بعضه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده. شايفه الشوربه، طاجن المنستروني، شوربة المنستروني. الشكل ده كده. شيل دي من هنا مضايقاكوا يا شباب اهو، انا عارف. نقلب كده اهو. الله، في كل الالوان، كل ده على النار. حاطط بهاراتك يا عم الشيف. حلو قوي. ناخد السائل بتاعنا الطبيعي. الله، خلاص الصوت راح، ونسيبها تاخد غلوه بقى. بعد الغلوه دي قرب الخضار يستوي، بننزل بحفنه من المكرونه او لسان العصفور. مش عندك لا ده ولا ده، حط رز مصري بتاعنا او رز بسمتي حسب الرغبه في قلبيها. عايزه تبقى احسن من الشيف، حط شويه فريك صغيرين، شويه برغل، زي ما انت عايز. المهم ان في عنصر هنا من الاربع حاجات، يا اما رز يا اما مكرونه يا اما برغل يا اما فريك، ولكن ايهما افضل عشان لما نقعد على السفره نقول دي بنستروني، تحط مكرونه. يسيبها تغلي مع بعضيها زي الفل. الكرفس طبعا بنضيفه في الاخر خالص علشان لونه ما يسودش معانا، ولكن الكرفس دايما هو ملك الشوربه. الله، هنغطيها، اغطيها ولا ما اغطيهاش؟ مخرجنا زي ما انت حابب، هنغطيها. طبيعي عشان ما تاخدش مننا وقت كبير. زي الفل، خلصنا من المنستروني. لتفاصيل بسيطة وسهلة بأقل تكلفة ممكنة، ممكن تخترقي أي مطبخ في الدنيا. طلياني، مكسيكي، تشاينيز، هندي، ياباني، عربي، زي ما انت عايزة. لأن معاكي شيف شاطر، حلو الكلام؟ والسر في الطاسة والمغازي جاب الخلاصة. تشكيلة من الخضار من خير أرضنا، لحمة مفرومة، فراخ مفرومة، زي ما انت حابة. بنعمل المنستروني النهاردة بالدجاج. الدجاج خد لون الزعفران، خد لون الكركم، مع الخضار. الصينية دي تكفي العيلة. زي الفل، فيها كل العناصر الغذائية. البطاطس اللي موجودة يعني كربوهيدرات، يعني نشويات، من نعم ربنا علينا خلق في البطاطس النشويات بتاعتها بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم. بسلة يعني بوتاسيوم للسيدات الحوامل والأمهات، ربنا يقومهم بالسلامة. جزر يعني فيتامين سي ليواجه البرد ومناعة ومضادات أكسدة. إيه تاني معانا؟ كوسة، ألياف مفيدة جدا وتساعد على الهضم وتعالج مشاكل الإمساك. صدور فراخ يعني بروتين حيواني لطيف وجميل خالي من الدهون، زائد الخبرة الطهوية اللي بتغذي الإيه؟ العقل السليم. هو ده تشكيلة الخضار. هنحط المكرونة بتاعتنا، يلا العب يا سمك. هو ده.
ممكن بدل المكرونه دي رز، ممكن بدل المكرونه دي شعريه، ممكن بدل المكرونه دي فريك برغل زي ما انت حابه. بحفنه ايدك كده زي الفل، عملتي طاجن لطيف وجميل. نقلب كده زي الفل. اه المكرونه دي لما تستوي هتدي شخصيه للشوربه دي وتديها قوام الطبيعي. لانها بتمتص نسبه من السائل بتاع الشوربه. نسيبها على النار طبيعي. وانا شغال حضراتكم دلوقتي بتقول الشيف المغازي فاتح في كذا اكله، ما انت في المطبخ انت مش بتحمري بصله هتعملي لحمه مفرومه تقفي جنب البصله لما تستوي وبعدين تفكري انك تولعي الفرن تحطي مثلا بطاطس تسلويها ولا بطاطس تشويها. ده غلط، ده فكر نظامي في المطبخ غلط. بتقفي وقت كبير بتجهدي نفسك على الفاضي ومفيش انتاج في الاخر. يعني بقول لك يعني الواحد بيلف حوالين نفسه في المطبخ. لا، انا عايزك في المطبخ ترمي كل حاجه على النار وتتفرجي عليها. الشوربه بتستوي خلاص، اعتقد ان اللي فاضل لها التركايه الاخيره هحط الكرفس وخلص الكلام. اهو الشوربه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو. ايه رايك ننزل بقى كلها مره واحده؟ كرفس فين يا عم الشيف؟ اهو. منستروني الدجاج بالخضار. ريحه الكرفس فيه حكايه. البطاطس بالوانها الحلوه. الكركم عامل عمايله. تعرفين فايده الكركم ايه؟ بيلعب على حته جامده جدا. ايه هي يا عم الشيف؟ ينقي الكبد ويجلي جدار الكبد ويخلص الكبد من الدهون. كل ده في الكركم. وينشط الكبد ويغذي الكبد. الله، العب العب هنا. هو ده هو ده. اللهم صل على النبي. بس دي كفايه، مش عايزين على السفره حاجه تانية. خلي بالك يعني انت لو انت عندك دلوقتي الطاجن ده في قلب البيت مش محتاج غير شويه رز ابيض بس. بألف هنا وشفا.